مكانك المسرح هنا في قلوب المصريين كلها، ونحن نفرح بعز مصر وبأمانها وباستمانها بكل حاجة. أستاذ الدكتور خالد إيه؟ بلد الأنبياء. الحمد لله. والدكتور خالد كذلك نشكره على ما قام وما سعى وما وصب وجهده الكبير هذا، والحمد لله يعني طمنا خير، ولو أن كنت بصراحة مرتبك ومنزعي وخايف، لكن الآن الحمد لله أعتبر نفسي خلقت من جديد. طيب إن شاء الله لما ترجع بلدك أول حاجة هتقولها لهم إيه على مصر وشرم الشيخ ودكتور خالد ومستشفى شرم والله الشيخ؟ قد ما أستطيع من تعبير ومن هذا وشيء واقع، ما هو يعني ما هو كلام صدق وأمانة. ما شفناه ولمسناه من مصر وأهل مصر ورعايتهم لأي إنسان. الحمد لله. بلاد الأمان والاطمئنان. الحمد لله. إن شاء الله ذكر خير. الحمد لله. والدكتور خالد أصله قدوا له زيارة لعندنا، شفته في المكلة وفي حضرموت وأهل المكلة، وشاف أهل حضرموت وأهل بلدنا الناس الطيبين اللي زيكم. يعني ما يفرق بيننا وبينكم الطيب والمحبة والقدر والتقدير يا أبدا. الحمد لله ما فيش حد يتفرق بينا. دكتور الحالة أخبارها إيه؟ الحالة كويسة، هي كانت حالة معقدة لثلاث شرايين فيهم سيدات،